أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما أفضل عمل صالح يقوي من إيماني، حيث أنني أحس دائما بأن إيماني ضعيف، ما أفضل هذه الأعمال الصالحة؟ أفضل الأعمال الفرائض. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد الفرائض يتقرب إلى الله بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيتقرب إلى الله بالفرائض أولا ثم بالنوافل من العبادات. نعم.